بسم الله الرحمن الرحيم، آج کی اس ویڈیو میں ہم صفت ایمان مفصل اور صفت ایمان مجمل سیکھنے والے ہیں۔ صفت ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت من الله تعالى والبعث بعد الموت۔ صفت ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب باللسان إقرار باللسان وتصديق بالقلب آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب إيمان مفصل، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
والقدر خيره والقدر خيره وشره وشره من الله تعالى والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت والبعث بعد الموت من الله تعالى والبعث بعد الموت. صفة إيمان مجمل صفة إيمان مجمل آمنت بالله آمنت بالله كما هو آمنت بالله كما هو بأسمائه بأسمائه وصفاته وصفاته وقبلت وصفاته وقبلت جميع أحكامه وقبلت جميع أحكامه جميع أحكامه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار 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 باللسان أحكامه إقرار أحكامه إقرار باللسان إقرار باللسان وتصديق بالقلب وتصديق بالقلب باللسان وتصديق بالقلب إقرار باللسان وتصديق بالقلب آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب وتصديق بالقلب.